السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا برنامج اسمه اوتوكاد بياتيت. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن بلاجين او ادنس بيضيف لك قايمة كده زي القايمة اللي بتاعت اكسبريس او قايمة فايل او اديت، بتلاقي فيها لزبات كتير قوي بالشكل دوت. يعني اول ما تفتح الاوتوكاد هتلاقي دي موجودة معاك، وتقدر تختار الحاجات مثلا الخاصة بالبلوكات، الحاجات الخاصة بالدايمنشن، الحاجات الخاصة باللاير، ففيها حاجات كتير جدا. دي عبارة عن مجموعة ليارات. الميزة في البرنامج ان هو مجاني، مفيش كود تسجيل، مفيش حاجة خالص. تقدر تحمل الاثبات دي وتبدأ ان انت تشتغل بيها، تبقى عاملة زي قائمة اكسبريس. هتلاقي في حاجات خاصة بحصر البلوكات والكتابات وعمل جداول حصر. طبعا ما بيبقاش نفس اللي في الاوتوكاد، يعني ممكن حد يقول لي طب ما الاوتوكاد بيعمل حصر، لا، بيبقى فيه امكانيات اضافية، حساب اطوال ومساحات الاشكال والخطوط المختلفة وكتابتها في جداول او كتابات، إضافة أو تعديل كتابات مع زيادة قيمات تلقائيا 1 2 3 زي أرقام الأبواب وهكذا، تصدير واستيراد الجداول وحساسيات النقاط والبلوكات وقيم الكتابات، تقليل حجم الملفات الكبيرة وسريع التعامل معها، حاجات كده زي بيرج بيبدأ إن هو ينظف الملفات، حل مشاكل فيروسات الأوتوكاد وإلغاء تأثيرها. دي حاجة من الحاجات الكويسة، يعني أنت ممكن تلاقي لسبي بيعمل واحدة فيهم، إنما تلاقيهم كلهم كده في مكان واحد هتلاقي حاجة ممتازة. جعل واجهة الاوتوكاد كلاسيك بخطوة واحدة، هيغير لك الواجهة لو انت بتبدأ من ريبون، هيبدأ يخليها لك كلاسيك. توزيع كشافات ومخارج انذار حريق بالغرف، تحويل بعض العناصر للأخرى زي مثلا من كتابة لمشاورة، والاسباب كتير جدا. اتمنى تشتغلوا بيه، ولو في اي مشاكل تواصلوا مع المبرمج بحيث ان هو يطور من خلال الفيدباك او الملحوظات بتاعتكوا الاثبات دي، تطور وتبقى حاجة كويسة جدا. تمام، هسيب لكم الرابط تقدروا تحملوا منه ان شاء الله. ده تبع المهندس محمود ابو اليزيد.